السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اهلا بكم، معاكم يوسف بكري. اوكي يا جماعة، لو انت اول مرة تشوف فيديوهاتي ما تنساش تشترك على زرار سبسكرايب تحت وتفعل زرار الجرس اللي جنبه عشان يوصلك نوتيفيكيشنز او تنبيهات كل فيديو جديد بنزله على القناة، واعمل لي فولو على الانستجرام، هتلاقي الاكونت بتاعي على الانستجرام في الديسكريبشن اسفل الفيديو. تقدر تخش تكلمني في الدايركت مسجز وتسألني اسئلة، او لو عندك اي مشكلة تقولها لي وانا ممكن احلها لك، لو عرفت ليها حل هحلها لك ومش هتأخر على اي حد في الرسائل. اوكي يا جماعة، النهاردة مكملين في سلسلة اللي هي اي حد يكتب لي في الكومنتس فكرة فيديو وانا انزلها باسمه، والنهاردة عندنا فيديو باسم محمد حامد. محمد حامد طلب مني الفيديو ده على الانستجرام وقال لي ازاي اعمل الافكت بتاع زبزبة الفيديو. طبعا زبزبة الفيديو بتتعمل بطريقة سهلة جدا وبتحتاجها في الفيديو كليب. لو انت بتصور اغنية فانت بتحتاج افكت الزبزبة ده بكثرة، اللي هو تقعد تقطع من الفيديوهات كل فريماية ويحصل فيه زبزبة في الفيديو كده. فيلا ما نطولش كتير ونتقل الشرح على البريمير برو. اوكي يا جماعه، بعد ما اتقلنا على برنامج ادوبي بريمير برو هنعمل نيو بروجكت من هنا. بعد كده هنسمي البروجكت بالاسم اللي احنا عايزينه، مثلا انا مش هسميه حاجه واروح عامل اوكي. اوكي بعد كده يفتح لنا الواجهه بتاعت البرنامج بالشكل ده. هنيجي على البروجكت نعمل امبورت للميديا من كنترول وحرف الاي من الكيبورد عشان نحط الميديا اللي احنا هنشتغل عليها. فليكن مثلا نجيب مثلا فيديو زي ايه، نختار اي فيديو مثلا ده وده، بعد كده نعمل open والفيديوين هيبقوا عندنا بالشكل ده. لو مش عايزهم يبقى بالشكل او المنظر ده تروح ضغط هنا كده عشان يظهروا بالمنظر العادي. ماشي، بعد كده نيجي على اول فيديو، بعد كده نعمل كليك يمين ونيو سيكونس فروم كليب عشان ينزل في شريط التايم لاين زي ما تعودنا. تمام، بعد ما نزل في شريط التايم لاين نشغل. السلام. تمام، الفيديو بدأ هنا. هنروح ضغطين على حرف السي من الكيبورد عشان نجيب الريزر تول او علامة الموس ونقص من هنا. تمام، بعد كده نمسح من حرف الكيو. بلاش مثلا نيجي نرجع كده ما نقصش حاجة. تمام، عايز اعلمكم طريقة جديدة في قص الفيديوهات يا جماعة. تمشي بالهيدلاين بالمنظر ده كده، تمشي بعد كده تضغط على حرف ال كيو هيقص لك كل اللي ورا. دي احسن طريقة لقص الفيديوهات بطريقة سريعة، حبيت اعلمها لكم برضو بالمرة. تمام، بعد كده نكبر بالمنظر ده وننزل الفيديو التاني فوقيه بالشكل ده. نشغل الفيديو كده. طبعا في هبل هنا كده، صوتين داخلين في بعض. الفيديو ده بدأ. تمام، هنروح جايين عليه هو كمان كده بالموس ونقص الحتة دي ونعمل ريبل ديليت بالكليك من ريبل ديليت. كده بقى في عندنا فيديوهين فوق بعض. ازاي فوق بعض؟ يعني لو رحت اعمل كده اهو، ده فيديو وده فيديو تاني، ده فيديو وده فيديو تاني. تمام، عايزين نعمل زبزبة الفيديو اللي هو كان طالبها مننا محمد حامد. هنعمل ايه؟ هنيجي على الريزول تول، بس الاول نكبر من المنظر ده كده. تمام، الريزول تول من السي، حرف السي. هنقعد نقطع فريمات. تمام، فريمات 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 كتير. نقطع فريمات ورا بعض كده متتالية. بعد ما قطعنا فريمات بالشكل ده هنعمل ايه؟ هنروح جايين على الفريماية دي ونعمل لها ديليت، ودي ديليت، ودي ديليت، ودي ديليت، ودي ديليت زي ما شايفين، ودي ديليت، برضو دي ديليت، وبرضو دي، ودي، ودي. هنقص كمان يا جماعة، نكمل، عايزينها تبقى شكلها افضل. نكمل 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 نكمل. سهلة جدا والله الافكت ده، بس بيبقى جميل جدا في الشكل. وشكرا محمد حامد ان هو اقترح علينا الافكت ده، ممكن تستعمله عادي في الفيديوهات الكليب. نقطع اهو بالشكل ده. تمام، بعد ما قطعنا بالشكل ده هنعمل ايه؟ هنمسح الاوديو. لا، فكنا من الاوديو، نعمل ميوت للاوديو بس عشان مش يحصل لخبطة. تمام، ونشغل مع بعض. شفتوا الزبزبة اهي؟
هي دي ذبذبة الفيديو. نيجي كده، شفتوا؟ تمام. لو عايزين تطولوا الذبذبة اكتر فبتقصوا اكتر. نيجي كده، طبعا يعني عادي، دي حرية شخصية. نطول اهو، نقص 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 نقص، وبعد كده نقص تاني، نكمل لحد الحتة الأخيرة دي كده بس. وبعد كده نيجي على حرف ال V عشان تجيب الماوس، ونعمل ديليت وديليت وديليت ودي دي ديليت ودي ودي. طريقة سهلة ومسلية جدا. بس نيجي نشغل بقى نشوف مع بعض ذبذبة الفيديو هتبقى شكلها عامل ازاي. شفتوا؟ هي دي شرح ذبذبة الفيديو، سهلة جدا اهي. بصوا طول ما احنا ماشيين كده في تذبذب، في تذبذب في الفريمات اهو. بس كده، ده كان شرح النهارده ازاي تعمل افكت ذبذبه الفيديوهات على برنامج ادوبي بريمير برو. مش فارقه بقى اي اصدار يكون عندك، اي اصدار هيشتغل. شكرا جدا ليك يا محمد يا حامد على فكره الفيديو الجميله دي. ولو اي حد عنده اي فكره فيديو يكتبها في الكومنت وانا هنزلها باسمه المره الجايه ان شاء الله. يا جماعه، وكده اكون شرحت لكم ازاي تعملوا افكت الذبذبه على برنامج ادوبي بريمير برو اللي كان طالبه مني محمد حامد. يا ريت يا جماعه لو عندك اي افكت عايزني اشرحه اكتبه لي في الكومنتس وهنزله باسمك. ولو انت كاتبه في الكومنت هاخده قناتك، خلي ناس تشترك عندك في اول الفيديو ما دام انت طلبت مني الفكره دي، والفكره دي من دماغك انت. فيا ريت تكتب لي في الكومنتس افكارك وانا هنفذ عليها فيديوهات باذن الله على قناتي، ممكن ناس تشترك عندك ان شاء الله. لو استفدت جدا من الفيديو ده ما تنساش تشترك على زر سبسكرايب تحت، وتفعل زرار الجرس اللي جنبه عشان يوصلك نوتيفيكيشنز او تنبيهات بكل فيديو جديد بنزله على القناه. واعمل لي فولو على الانستغرام بحيث انت لو قابلتك اي مشكله تسالني في الدايركت مسجز وانا هرد عليك فورا، مش هتاخر على اي حد في الاسئله. كان معاكم يوسف بكري، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.